أنا اسمي دكتورة صفاء ناصر الدين، نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس. اليوم احنا موجودين في نشاط أيام القدس الثقافية بالتعاون مع نادي الموظفين. جامعة القدس دائما فاتحة أبوابها لكل المؤسسات اللي حابة تشتغل للقدس، ومعنا إن شاء الله بنقدر نشتغل للقدس من ناحية اجتماعية واقتصادية، من ناحية ثقافية لتعزيز الهوية الفلسطينية في القدس وتعزيز الهوية المقدسية أيضا. جامعة القدس مش بس مهمتها تعليم السكان ولكن أيضا تثبيتهم في المكان، عشان هيك احنا دائما نتشارك مع كل المؤسسات اللي بدها تشتغل للمواطنين اللي في القدس وفي فلسطين بشكل عام. في عنا عدة مراكز بتقوم على مساعدة المواطنين الفلسطينيين في القدس من ناحية قانونية واجتماعية واقتصادية، في عنا حاضنة أعمال القدس، وفي عنا عدة نشاطات بنقوم فيها. هذا اليوم كتير مهم لأنه هذا اليوم بيرجعنا للثقافة الفلسطينية والعادات الفلسطينية، تعرفنا على العرس الفلسطيني كيف بيصير بالأثواب والزي الفلسطيني، أثواب الأعراس لكل عروس من غزة من الشمال من كل مكان. وإحنا اليوم مع تعرفوا الشباب والصبايا في الجامعة كمان على هذا الموضوع، تعرفوا على الأكل الفلسطينية اللي هي المفتول، واستغربنا أنه في كثير من الشباب عمرهم ما دقوها، فكان هذا اليوم ناجح بامتياز بأنه عرفنا على الأقل مجموعة من الطلاب. وإن شاء الله بنستمر في هاي النشاطات لتعريف مجتمع أكبر ومجموعة أكبر على العادات والثقافة الفلسطينية في القدس.